بسم الله الرحمن الرحيم. حاتم بالروحة معكم، كنتمي جمعية سكور متوسط طنجة، لاعب منتخب وطني تيكواندو، العمر 20 سنة. بداية ديالي ديال التيكواندو في 2017، شاركت بطولة المغرفيتين، ومرها شاركت بطولة العالم في شرم الشيخ، ومرها درجة وصلنا للشبان، لعبت بطولة المغرب مركز الأول في 48 كيلوغرام. وراها 2020 لعبت بطولة المغرب في 54 كيلوغرام، حصلنا في الحظ. 2021 ديت بطولة المغرب واسم بطل المغرب، ما قوة ديت في الدية ماشي تحت، زيت بدرجة بدرجة كيطلع من هادو، والحمد لله حصلت على بقيت كنكافع. وراها شاركت في البطولات ديالي الأربع مع المنتخب الوطني في فجيرة، بطولة العرب وجيتو، حصلت على ميداليه نحاسيه في اربع ايام كيجيو. لعبت بطولة العرب، مورا يومين لعبت جيتو، حصلت على نحاسيه مورا اضافه على ميس، تماك قصر ليا ديت على ميداليه ذهبيه. مورا انتقلنا الى الاردن، حصلت على ميداليه ذهبيه الحمد لله، وفي ميس حصلت على احسن لاعب الحمد لله. مورا الحمد لله حصلت على ميداليه بطولة المغرب، هي اللي كانت كنخصني، هي الحلم ديالي حصلت عليها هي هادي. كنسمي جمعيه سوق المتوسط، واحد الجمعيه بسيطه، جمعيه الحي الشعبي انت عارف، والحمد لله الاستاذ ديالنا كيكافع معنا الاستاذ زكريا الاعرج، كنشكر مهاد المنبر هذا ومدير التقنيه عباده الاعرج، والحمد لله بالإضافة الأستاذ زكريا الأعرج كيخدم معنا تقريبا يوميا، كي بحال شنو نقول لك، كيكافح معنا، كنترينو تقريبا يوميا جوج الحصص، كنبداو بحال اللي بدينا من 12 حتى 3 كنساليو، عاوتاني في 9 حتى 11 ديال بعض المرات كيكافح معنا، وفهمتي ديما الشيء هذا الأستاذ زكريا ماشي كيبقى في واحد محدود، ديما كيشادو وحنا هو كيشاد وحنا كنشادو معاه باش كنطيحو، والحمد لله كيكافح معنا بزاف، حتى الدراري ديالنا اللي في لاصال كيكافحوا معنا، كيجي وكيجي يجبرونا الراكيت باو كيخدموا معنا. الحمد لله بالجمعيه طلعت المرتبه الاولى ببطوله المغرب هذا العام هذا 2023، والحمد لله تقريبا 25 عام جبنا هذا اللقب من ديال طنجة. اخترت التيكواندو، اخترته بواحد شنو نقول لك، كنت كندوز من قدام ما يتفتح لاصال، واحد 2013 كنت باقي صغير، كنا انا واحد صاحبي كنا كندوز من لاصال، كنت كنمشي عند الوالده دائما تشجني الوالده الرياضه تشجني معاه، كنت انا صليب شي شويه تنعرف واحد الحي شعبي كتكون صليب، الحمد لله الوالده شجلتني في لاصال ديال التيكواندو، وراه بديت البدايه ديالي بشويه بشويه، كتحس براسك كتكبر درجه بدرجه، الحمد لله كنت دائما كنحاول خصني نكون شي حاجه، كنت كنحلم خصني نكون شي حاجه، مع كتشوف الدراري مع كنتوافق حمد كنجاب بطوله المغرب، انا تما كنت تحمست، كنجاب الميزان 33، انا كنت كنقول ضروري خصني نجيب ذاك الميزان هذاك العام اللي ماج، وراه كنت تنظمت بطوله المغرب 2015، وراه تنظمت 2017، الحمد لله حصلت على ميداليه ذهبيه بطوله المغرب، كان عندي تماك البدايه ديالي ان شاء الله نطلع ماشي نهوت. شنو نقول لك، الدعم المادي كان الجيم ديالي، كنت عارف الوالدين ديالنا كيكافحوا معنا، بنادم بشويه بشويه كتمنى هنا ومن هنا حتى كيجيب الله التيسير، كتفطنش بداك الشيء ملي كيجي، والحمد لله. الرياضة التيكواندو ماشي الدار ولا كنضربو بالزنقة ولا شي حاجة، الرياضة كتربي على الأخلاق، ملي كتدخل لاصال بحال شنو نقول لك، ملي كتبدا صغير ديما كتربي على الأخلاق، كيربيك على الأخلاق، على عاد كنت أنا كتكون مربي في واحد الحي شاعر، كتكون فيك صلابة ضروري منك صلابة، أي حاجة كتنبشها وكتضرب العواء صغار، واللي صغار عليك واللي كبير عليك كتبقى تشبر عليه، لا الأستاذ كيربيك على الأخلاق، موراها كتبقى تنضربات بشوية بشوية حتى كترجع بأنك إنسان، كتحس براسك إنسان وبطل. الرسالة ديالي طنجاوي كاملين، خويا ولادهم يديهم يترين، خليهم شي في يد العين ولا شي حاجة، خليهم يديو ولدك يتريني التيكواندو، غيستافد ولدك غيستافد، فهمت؟ غيمشي غيعجبو الحال، بحال اللي نقول لك حصة كتحمسك في حصة، الدم ديالك صافي كترجع مركب في الدم ديالك ديك الرياض، وإن شاء الله ضروري ما يكون أبطال طنجاوي إن شاء الله، وإن شاء الله طنجاوي طالعين هذا العام هذا تقريبا طلعنا بزاف. و25 عام شفنا بطولة المغرب، راه
شي حاجه كبيره، والحمد لله هادشي اللي كاين.